طب حضرتك مين كان يعني في المعسكرات، مين كان بيقعد معاك في الاوضه؟ عايزين نعرف شويه كواليس. انا يعني الاول قبل ما اقول لك ذكرتك مع كابتن محمود الخطيب، يعني اكيد ذكريات قبل ما كتيره. قبل ما هقول لك مين كان بيقعد معايا في الاوضه، احنا كنا مجموعه بقى، طبعا كابتن محمود الخطيب، مختار، محمد عامر، حمد جمعه، ماهر همام، كان جمال عبد الحميد قبل ما يمشي، يعني قبل ما يمشي يروح الزمالك. المجموعه دي تخيل احنا كنا بنعمل ايه؟ ما كانش فيه مبيت في فنادق ولا الكلام دوت، كنا بنعمل معسكر لنفسينا ونقعد في شقه الكابتن محمود الخطيب اللي في الدقي. حضراتكم اللي بتعملوه بتطبقوه انتوا يعني؟ لو مفيش حد اللي بيطلبه منكم ولا حاجه. وكنا نقعد نتكلم كمان في ايه؟ في الفرقه اللي هنلاعبها، هنلاعب مقاولين، هنلاعب زمالك، هنلاعب مش عارف ايه، اسماعيلي، ونقول مثلا ايه الفرقه دي كويسه فين. ده في بيت كابتن محمود، بتروحوا بتعملوا المعسكر هناك، نقعد ثلاث ايام، نقعد ثلاث ايام قبل المباراه، ونجيب بقى نقعد ننزل نجيب اكل، وننزل مش عارف نعمل ايه وبتاع. لكن احنا الهدف ان احنا نقعد نتكلم في المباراه اللي هنلعبها، خطط اللعب وهنلعب ازاي. يعني وهو بتزود معنويا ونفسيا، بتحضر. بيبو كان يعني مميز جدا في الحته دي، هو كان بيتكلم في الكوره بشكل يعني هايل، ويحلل الفرق الثانيه ويتكلم مع بعضه، كانت حاجه جامده. لدرجه هو يعني يمكن انا افتكر حاجه مع كابتن ساس الله يرحمه، كابتن ساس كان ماسكنا، واحنا كنا متعودين ايه؟ ان احنا بعد كل محاضره مثلا اي مدير فني اجنبي مصري مش عارف ايه بتاع، كابتن جوهري مش عارف اي حد كان كل شاي معانا وقت وانا بلعب، يعني كنا نقعد مع بعض وهو يقعد يقول لنا يا جماعه الفرقه الثانيه دي مش عارف ايه وبتاع. بعد المحاضره، بعد المحاضره المدرب يقول يعني المحاضره وبعدين يديك بنحفز بعض، كباتن الفرقه كابتن فرقه وبنحفز بعض يعني. فحتى كابتن يعني زي ما يكون خدها ان ايه يعني، يعني ده تدخل مثلا في شغله ولا حاجه، فزعل قال لا طب انا عاوزين تقعدوا انا اقعد معاكم. فقلنا له يا كابتن عادي خالص، اتفضل اتفضل، ما فيش مشكله، ده احنا بنتكلم في حاجه جميله جدا، وحاجه يعني حاجه مفيده جدا، وما فيش اي حاجه خالص يعني. فبقول لك المجموعه دي كنا بنتعامل كده طول الوقت اللي احنا شغالين فيه في الكوره.